نعمل بقى سلطه كده بسرعه كده بالايه، بالبطاطس. بص، بطاطس مبشوره، لا مسلوقه ومبشوره، مسلوقه ومبشوره. خلاص، شويه مايونيز بتودي السلطه في حته تانيه خالص خالص. مثلا ايه، نص كوبايه، نص كوبايه مثلا على كيلو البطاطس، نص كوبايه وشويه عصير ليمون. بصوا المكونات دي مهمه جدا تعملوها، كمون، شويه شطه بساط، خليها عشان احط على الوش حبه، ثوم مفروم، الناس بتحب الثوم قوي بس مش كتير طبعا، يعني معلقه صغيره مليانه كده على الكيلو اهي، وعصير ليمون. ماشي، وشويه زيت، ممكن نحط بتاع الوش، ممكن نخلي الشطه بين الملح، ملح برضو نملح شويه. ايه ده، احنا جايبين طبق كبير، معلش هنكمل كل الكميه بقى عشان الطبق كبير. البطاطس دي برضو قطعتها في التلاجة وبعلبة كده، ولو عايزين صيامي في مايونيز صيامي اصلا بيبقى موجود بطرمانات، اسالي عليه في السوبر ماركت هتلاقيه، وتعملي معانا نفس الوصفه. تمام، الملح، الملح والبقدونس، الملح دي بطاطس مسلوقه ومبشوره ثلاث ارباع سلقه، ما قهرتهاش قوي، حطيت لها المايونيز اهو. تمام، والملح والكمون وسنه الشطه، عصير الليمون اهو، انا ده كيلو وشويه من البطاطس، عليهم ايه، قولي قرب كوبايه مايونيز، مش كوبايه بحالها. تمام، اجيب طبق التقديم او العلبه اللي هحط فيها اي حاجه. ماشي يا اصدقاء، انتوا فين؟ ها قولولي قولولي قولولي. اوعى تفصل، هعيط والله. بص عليه دلوقتي تاني تاني، بص عليها، ادي كده الايه، البطاطس اللي حطيت لها المايونيز والملح والكمون وسنه الشطه وعصير الليمون، هحط لها فاضل لها ايه بقى، البقدونس والزيت. انا يعني قلت هحط على الوش بس كفايه، بلاش احط في الاثنين، يعني في نحط نقلب معاه وادي على الوش شويه، فانا طبعا زيت زيتون ماشي حلو قوي، خضره كتير ماشي، بقدونس بقى زي ما انت عايزه، ماشي، ممكن عصير ليمون تاني، هي صوت البطل تحب الايه، الليمون. ايه طبعا في طريقه من غير مايونيز اصلا، بس المايونيز بدي حته تانيه، يعني ممكن اعمل كل اللي انا عملته ده من غير المايونيز، يعني ما عندكيش مايونيز مش مشكله، ممكن تعملي كل الوصفه عادي طريقتنا القديمه العاديه جدا. يعني اول ما عرفنا سلطه البطاطس دي ما كانش فيها المايونيز ولا الكلام ده، بس بقى يعني لما حطينا لها الاختراع بتاع المايونيز ده بقت حلوه جدا. اهو اختراعات يا اولاد يا اولاد يا اولاد يا اولاد. ناخد الزيت الاول، استنى اجيب زيت زيتون الاول، عندي زيت زيتون بتاع مين ده يا ترى، يا هل ترى حد بالجرين
ما انا ما عنديش زيت زيتون. بس يعني ما عنديش، ما استعملش. لا عادي جدا عادي. في ايه؟ كبرش الموضوع. احط بقى ايه؟ شوية شطة. والله غدوة عيش بلدي بقى يا جماعة جنبها.